المسلمين. طبعا الرجال يلبسون مشالح ويلبسون وبر ويلبسون شخصيات وملابس وعقالية وطاقيات كويسة ويتركون التخبل في الشوارع وفي الأسواق والحريم. وطبعا الحريم الله يهدينا وياهم يلبسون هذا المناظر وهذه التلبسيه البايخه. وش يلبسون؟ والحقيقه يحطون الجنزير ملابسيه خفيفيه صلى الله العافيه. وطبعا العبي خفيفه وصلى الله السلامه. وهذا من طبعا يا اخواني شوف انا مشيت في الأسواق ومشيت في النادرية في الرياض وكل ما شفت حريم صلى الله العافية يلبسون هذا المناظر ويلبسون هذا السراويل الخفيف الدرنجاس هذه ما يصير. وش المفروض يلبسون؟ يلبسون الله يطول عمرك السعودية، يعني الملابسية السعودية ممتازة، الفنايل اللي عليها الكلام القطوية القربة كل شيء يلبسونه. يا قرب لك محمد عبده. تفصلها كرت الثياب السعودية.